كما عودناكم في الحصة نتاع شخصية واش من شخصية. اليوم نستضفوا واحد السيد ارتأى كاع الطاقم الفني باش نعرضوه. هذا السيد وهذا السيد يعرفوه كاع الناس، يقول له الحاج الحنافي، وعنده هضرة بزاف وعنده ما يقول. هو قال لك مجاهد، وحنا دورنا عليه في القائمة نتاع المجاهدين ما لقيناهش، قائمة نتاع الشهداء ما لقيناهش، قائمة نتاع المفقودين وما كانش. المهم عيطنا له اليوم باش تشوفوه. صفقوا اليوم على حاج الحناف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بالحاج الحنافي. بيك واهلا وليدي. بيك واهلا. الحاج الحنافي. واه اخويا يلا اقول يلا. نعرفها واش هي بعد اقول يلا. الحاج الحنافي شكون هو الحاج الحنافي؟ الحاج الحنافي هو انسان شوف بطل وانسان عظيم وانسان مجهد الحصول وانسان واش نقول لك؟ ما نقدش نوصف لك. انا دي فوا نقعد بحر لي غفي روحي واش انا معنا. صح الحاج الحنافي، سمعنا الناس تهضر عليك بزاف بلي انت مجاهد. ايوا مشوف مجاهد، مشوف مجاهد، كنت جوار لعب البال وقزان ضرب الخفيف، كنت كل شيء الحصول. وين ما شوف انا وين ما حطيتني تلقاني. حاول بعدا قبل سمعتك قبيله تقول ليه بلي دورت عليا في لا ليست نتاع المجاهدين وما لقيتنيش، ودورتي عليا في لا ليست نتاع الشهداء وما لقيتنيش، ودورتي عليا في لا ليست نتاع المفقودين وما لقيتنيش. لا واحد محسوب واش راك باغي تقول؟ راه باقيه غير لا ليست نتاع البياعه. لا لا الحاج، لا الحاج، حنا تسمى التصريحات جاتنا من المنظمه نتاع المجاهدين اللي قالوا لنا ما كانش هذا السيد. المهم هذا الدعم ما يعرفوا خير مني انا. يا وي ما بعرفش انا، خاطر ما بغيتش تعرفوا هادو هما البطل الكبار، ما يبغوش الناس يعرفوهم. اي صح الحاج الحنافي. اي حكي لنا شويه كيف الجهاد نتاعك، حكي لنا ما نعرفوكش، حنا نعرف الجمهور هذا. نشوف انا معليش انا نشوف انا نحكي لك غير على قصه صرات لي في هل وين رحنا بعدا. رحنا من جهه ميتية ولا كيقول العالي. جيت البركة. البركة؟ إيه البركة نعرفها البركة. البركة شوف صرات لي واحد القصة. شوف ما نقول لك، شوف لي زاني 40 تويت ولا 40 دول، الله ما قتل 46 ولا 40 سات والله ما قتل، ولا 40 نف ولا 40، المهم في 40 تيكات هذوك الزوايا. 40 تيكات؟ إي كنا حنا والجماعة نتاع المجاهدين كنا نخدموا الترانسبور تاع الجهاد. اي كنا الجماعه راهو منا في الجبل في جنين، وحنايا ندو ليه الريفي تايما، كنعرف المواد الغذائيه الريفي تايما. اي ايوا هو كانت عندنا واحد الناقه فريغو ندو فيها على الباس. ناقه فريغو؟ اي ندو فيها، كنعرف ندو ليه الباطي الكاشير سوسيس لافاشكيري، كنا ندو ليه. اي صح الحاج، ما كان الباطي ما كانش ذاك الوقت الحاج، السوسيس هذا ما كانش هذاك الوقت. كان لا ما كانش. انا كانت معنا الحاجه ام الخير الله يهديها برحمه الله، كانت تخدم لينا الباطين تاع الضب. باطين تاع الضب؟ اي السوسايس نتاع نتاع اللورن. او لافاشكيري نتاع الناقه. لافاشكيري نتاع الناقه. اي اي سبحان الله. اي ولا العظيم هذيك هي، قلت لك راحنا ماشيين كيما هكا من توال جنين وفي الطريق، وكانوا دارين نتمشى انا الاول خاطر كنت مجهد. شوف انا شوف بكل تواضع مجهد ولا العظيم، كانوا دايرين نتمشى انا الاول لخاطر كانت عندي واحد لا فيزيبيليتي، كنت نشوف، شوف كنت نشوف النجوم نشوفه في النهار. اوه ولا العظيم اول حاجه النجوم قلت لك نشوفه في النهار، كان انت تكون في الدوره من نقوس لك الشوفه هاك نجبدك. اوه ولا العظيم قلت لك هذيك هي، روحنا نتمشاو كيما هكا، وانا نمشي نتمشى قدامه كيما هكا بخمسة كيلومتر نشوف بالك يكونوا تابعين، يكونوا قدامنا خمسة كيلومتر. ينسبك جماعة بخمسة كيلومتر
بالك يكونوا قدامنا العسكر من بعد نخليه يتمشى ونولي موراه ب 5 كيلومتر بالك يكونوا تابعيننا بعد نمشي من على اليمين 5 كيلومتر بعد من على اليسار 5 كيلومتر كاع ندير عليه حويطه تاع 5 كيلومتر واه 5 كيلومتر هكا دايره الدور واه 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 انا كنت رادار نيميريك في ذاك الوقت انا رادار نيميريك انت مجهد الحاج يا ودي قلت لك راه حنا شو حنا نتمشاو والطياره نتاع فرنسا تجي جايه شوف انا كاع من قبل لا تبان ملي ضرب ديمارور في المطار سمعت الزف في ودني كانوا دوك طيار زمان تاع المازوت سمعت النغمه هنايا في ودني طياره اي قلت لي هادي فرنسا راه جايه هذاك ما دار الله رحنا نتمشاو كيما هكا وقعدت تبان واحد تبان هكا واحد النقطه في السماء الجماعه ما شافوهاش مع اللي انا مجهد هاي وا بارك الله فيك شفتها هذاك هي قلت لك وكانوا عندي عينيا يخرجوا 5 سنتيمتر كيما هكا 5 سنتيمتر عينيك اي كي الكاميرا باش نجبد هذيك هي قلت لك خرجت عينيا كيما هكا ومشيت نشوف كيما هكا مشيت لها الى المطريكي قريت 33 بوردو عرفتها فرنسا راه اوكي والله العظيم فرنسا اي فرنسا راه ونشوف في هذاك الحمار نتاع ديغول يسوق فيها ديغول اي ديغول كان يسوق الطياره ديغول واه ديغول لا ماكش غالطه والله العظيم ديغول اي راك غالطه الحال لا مانيش غالطه ديغول كان مرشح راسه للرئاسه وجده للطياره يسقسيني انا على ديغول يا قرنيتو نعرفها من ديغول كان غايسوق في الشيخ بوعمامه انت حميت له راسه اي قلت لك وين ما كانت الغرانيت مجهد اي مجهد انت قلت لك هذه كلماته والحاني عليكم بالقالمه وبالبلاني على ذكر هذه كلماتك والحانك راك جايب لنا هكا شعر ولا اغنيه اي هنا كنت ملحن زمان كنت كاتب انا قاعد ام كلثوم ولحنت ليها والله العظيم أم كلثوم تلحظ ليها أم كلثوم أم كلثوم بنت إبراهيم تاع ميسر واه تاع ميسر تاع ميسر وراك متأكد الحاج هي اللي كانوا يقولوا لها كوكب الشرق كوكب صح أنا من جات حدايا ما بداش وليت نبان أنا وكوكب الكوكب هي بدات تبان غا صمية حدايا هكا وصح هذه أم كلثوم واش لحنت ليها لحنت ليها للأطلال واه الأطلال الأطلال والأطلال الأطلال والأطلال يا فؤادي لا تسل أين الهوى كان صرحا من خيال فهوى الحاجة هذيك تاع رياض صنباطي هو لحنها وابراهيم ناجي هو اللي كتبها لا هي اسمح لي هي دركا مسكينة المخلوقة جاتني غتبكي وتحزر أم كلثوم اي العظيم شفتني المخلوقة مسكينة قالت لي الله يخليك ودي الحاج الحنفي لما تلحن لي الأطلال قالت لي راه داك رياض صنباطي راه يبطع لي بالألحان 18 عام باش يلحن أغنية ماشي الهبال كاع فارغ شغل قدهاك انا قلت لها سمعيها بنت الناس روحي غضربي دوره في السوق سوقي روح 18 دقيقه لحنها هذيك هي قلت لك لحنت عليها وغير تم انا غير تم نخترع صوالح اخترعت لها مقام موسيقي مقام اي سميتها المقام الحنافي نتاعي مقام الحنافي مقام الحنافي هذا على وجه يرتاك زاد خابي مول خابي فيه مول فيه دو ري دو ري يا ودي الله ما تقبضها هذا خليفه خابي مول يا ودي قاعد شوف فيه دو ري فا وصول صول صول غير صغير عاد بزر واحد صغير وخابي مول هذه ومفتاح صول شت مفتاح صول هذيك ديروا في الموسيقى في واه واه ونشحال درت ليها مفاتيح صول مفاتيح حصل كاع لمته ليها في بورتكلي وعطيته ليا ايوا كي صرا لك معاها كي هذيك هي قلت لحنت ليها تطلع كيما هكا قدام نعطيك مقطع منها تطلع كيما هكا قدام الجمهور دير 5 نتاع لي بون ام كلثوم اي والله العظيم أيه. باش تحمى مليح ومن بعد تزغرت باش ترطب للقرزي وما الفات غني بطالو داك النهار طلعت ببلغه نتاع فرملي ياي والله العظيم وداك المشوار اللي مالفات شدها في يدها تحزمت بيه هذاك النهار اي وتبدا كيما هكا شد معاه قال لا 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 تبدا كيما هكا ويا فؤادي ولا تسل أين الهوى كان صرحا من خيال فهوى أسقيني واشرب على أطلاله
وروي عني طالما الدمع ورم بعد لفت في خاطر القصب جيو الجماعة والقصص بي وهل رأى الحب سكارى مثلنا كم بنينا من خيال حولنا ومشينا في طريق مقمر يعني وضحكنا فضحكنا وضحكنا سبقنا دلنا من بعد قاعد تجدب 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 طاحت بعضام هادا وها السبيطار أم كلثوم قاعدة تجدب وطاحت بعضام انا سببها كاع باش توفات يا سبحان الله بعد موراها جاتني قالت لي لحلي انت عمري بالقرقاب وقلت لها هيا 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 سبحان الله واه صح الحاج الحنفي واش راك جايب لينا لهاد الحصه كهديه اي انا قال لي بغيت دعمي بغيت البوكس راحنا هنا بغيت التير راحنا هنا يا بغيت الكابيونات خلينا من الجانب نتاع الحرب والتير ايه والبوكس ايه شفنا شي حاجه نتاع فن مثلا ايه شعر ولا قصيده ايه عندك هكا ايه عندي قصايد انا نقول سيدي انتما جروا مرايا نقول فيها سيدي بسم الله باش بديت وعلى النبي صليت سمعوا لهاد الحديث وقولوا لذوك الغائبين ثم قولوا إيه بعد صلاة على المختار والصحابة الأخيار أبو بكر وعلي وعمر وعثمان والتابعين فاطمة الزهرة البتول وخديجة زوج الرسول وعيشة مولاة القول وأمهات المؤمنين إيه راني باغي لا نحكي نحاجي ولا نشكي نضحك ولا نبكي وعذروني يا الفاهمين إيه ما تزعفوا يا صغارات وسمحوا لي يا الكبارات هذه لا حكايات باش نفاجئ المغمومين إيه الزواج في هاد الزمان راح تبدل إخوان ما ولا شي كيما كان ونساوين زمان نلقاهم وين إيه نغزتني الوالدة قالت لي ندير لك وحيدة وربي عليها كبيدة ونعرسوا لك على شهرين إيه قلت أنا نبدأ تعرفت على وحدة درت لي هاد عشيت وليت من نديمين كيفاش تكلمت معها مرة هبلتني بالحضرة ما عرفت أنا المرأة ولا هي والراجل وين خلعتني مع الدخلة بغات اللوطو والفيلا والكونت في البنك أبلا منين نجيب لك هادو منين مين قلت لها سمعين قول لك روحي ولي لأمك قولي لها تدبر لك وتخطب لك محمود ياسين مين ولا أنطوني كوين ولا عمي بن علي خطبولي واحدة أخرى خطبوا لي واحدة أخرى طويلة كي السدرة خاصها شوية توشي القمرة باقي فيها غلو دنين رقيقة لا تعفط وفي اللبسة لا تخلط غسكولات في كاغط ودك رجيلات ملويين العقلية حابسة وجهامة يابسة مقنتة كي القابسة وصبع رجليها كي صبع ليدين كيفاش صبع رجليها كي صبع ليدين صبع رجليها زعما طوع زعما تقدر باك بونية برجلها بونية. أوه هي ملاضي برج... هي وكنت خلط فيك بالصفع راه كات كات بالكرابوطاج هي غير وحدها تحامى فيك غير وحدها اي راسها كامل صلع مسيرج ومشمع على حسب ما كتبلع من فصيلة التعابين الرقبة عوجاك العقاب ومعلقة 20 حجاب فمها عامر نيابة ويلي ديت كروكودين خممت مع راسي نديها نغبن نفسي نديها نعشين باصي ولا نصبح من المجانين يين ولا من المجرمين يين واحد اخرى كيموكا واحد اخرى كيموكا غملمده ومدكوكا ردتني اضحوكا قدام الناس والعالمين عندها واحد الرجيلات بوانتير كارانت كات تقول عندها جوج قوشيات حتى صباط ما جاها زين وجهها كي الكارلاجه ما تشبه حتى حاجه الضحكه كي الكمان جات تفيق كاع النائمين شعرها واقف كي الضربان فيها زين الدبان أوه. شعرها واقف كي الضربان فيها زين الدبان مطراسيه كي جاكيش عندي ما تنقص في الكويزين وفي الطياب هي الميور اروع عندي الفطور تاكل البيتزا بشي فلور فوقها الشيكولا والسردين خليتها ودرت الكوراج قلت انا نعاود الزواج ساعه زهري زاد عواج مع وحده مولات 20 هي صغيره وزوينه بصح عريضه وسمينه الماكله بالباسينه تقول فيها خمس نساوي سموها مبيريكا افيك اسف اوبليريان الماكله غير كتسف تاكل حتى ترخف قبضت عليا مره بكف ما عرفت الباب والخرجه منين على جالها درت سلفيه ما يكسبها غير العسكر ولد عمي تكسبها غير الدوله على جالها درت سلفيه والله ما خلت منها شويه لابوليس دور عليا والبنكات سلفيه الدين كارثه فمها كي الكراسور
وليستون ما فيها موتور تقول غفل لوس تاع ديناصور مصروف شهر يمشي في يومين زين هزد في عدابي أيه. الحاجة هذا الغازل هذا. أيه الغازل واه زين هزد في عدابي وجهها عامر عقابي تقول مخدومة بالحمر ركابي والعمش مغطي العينين أنا يا بغيت وحدي نعيش السواج مع دو ما خرجنيش نعود نخطب ونبني عشيش وحدة عاقلة وتعرف الدين ونختمو بصلاة النبي المختار والله يرحم منظم هاد الأشعار خوكو كمال حمليلي من بشار والجماعة رضوان والحسين شكرا صفقوا على الله.